أكد ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله خلال كلمته أمام قمة القاهرة للسلام على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة. كلمة دولة الكويت أمام قمة القاهرة للسلام جاءت كافية ووافية، ثابتة في معاييرها، مؤكدة على وقوف دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني الشقيق. دعم الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وإدانة ما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم واعتداءات ورفض دعوات هدفها التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. تلكم هي النقاط التي ركزت عليها دولة الكويت في قمة القاهرة للسلام التي دعا إليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث احتواء تداعيات التصعيد العسكري في قطاع غزة وإتاحة فرصة جديدة للتسوية العادلة للقضية الفلسطينية. مضامين كلمة دولة الكويت في قمة القاهرة للسلام والتي ألقاها ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله جاءت كافية ووافية ثابتة في معاييرها، حيث أكد سموه حفظه الله على أن هذه القمة تأتي في ظل تطورات استثنائية ومأساوية يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرا سموه حفظه الله إلى العقاب الجماعي الذي يتعرض له الفلسطينيون من خلال استهداف المدنيين العزل بغارات جوية متواصلة أدت إلى سقوط آلاف الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال، مؤكدا أن تلك الممارسات تتعارض مع القانون الإنساني الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة. نتابع بكل ألم استمرار وتصاعد العمليات العسكرية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ونشهد العقاب الجماعي الذي يتعرضون له من خلال استهداف المدنيين العزل بغارات جوية متواصلة أدت إلى سقوط الآلاف الضحايا الأبرياء أطفالا ونساء ورجالا، والاستمرار في استهداف الخدمات الأساسية وقطع إمدادات الكهرباء والماء والغذاء والوقود ودعوات التهجير القسري لسكان القطاع. دولة الكويت وكعادتها في مثل هذه المحافل الدولية دائما ما تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو لعام 1967، وهو الأمر الذي أكده سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه في كلمة دولة الكويت بقمة السلام، حيث جدد سموه حفظه الله التمسك بخيار السلام العادل الشامل كخيار استراتيجي وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة بمبادرة السلام العربية بما يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة وشعوبها. كما ترفض دولة الكويت أي دعوات هدفها التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وتحميل دول الجوار تبعات هذه المأساة التي تعتبر انتهاكا لمبادئ القانون الإنساني الدولي. إن سمو ولي العهد حفظه الله أكد في كلمة دولة الكويت رفض أي دعوات هدفها التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وتحميل دول الجوار تبعات هذه المسألة، مؤكدا أنها تعتبر انتهاكا لمبادئ القانون الإنساني الدولي.
مشاهدينا الكرام، مثل ما تابعنا فإن دولة الكويت أكدت خلال كلمتها التي ألقاها ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، خلال كلمته أمام قمة القاهرة للسلام على حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة. دولة الكويت أدانت ما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم واعتداءات، ورفضت دعوات هدفها التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. مشاهدينا الكرام، لقراءة تحليلية أكبر في مضامين كلمة دولة الكويت أمام قمة القاهرة للسلام، ينضم إلينا في الاستوديو المحلل السياسي الأستاذ قيس الأسطر. أستاذ قيس، صبحك الله بالخير، حياك الله ويانا في العالم هذا الصباح. صبحكم الله بالخير. أهلا وسهلا فيك. بدنا نعرف قراءتك لهذه الكلمة سمو ولي العهد حفظه الله. يعني كلمة سمو ولي العهد كانت الأكثر وضوحا، الأكثر شفافية، وسمت الأمور بأسمائها. يعني ما كان في مجال للتلاعب بالألفاظ، يعني ما كان في مجال لذكر العنف، ولكن العنف كلمة مجردة لأي، يعني من هو الجاني في هذا الموضوع، من الذي يستخدم العنف في تصفية الآخر؟ لا، كلمة سمو ولي العهد الشيخ مشعل سمت الإسرائيليين بالاسم، أن هم من يمارس العنف، هم الذي يعني كانوا وما زالوا يستخدمون العنف، هم من قتل آلاف الناس منذ ما يقارب 75 عاما، وهم الآن من يقطعون الكهرباء ومن يقطعون الماء في مخالفة صريحة للقانون الدولي. هم من يعني يستخدم العنف المفرط، وأن الإسرائيل هي الجاني، محاولة يعني وضع اللوم على جهات أخرى، أنا أعتقد أن أمر غير صحيح. أيضا سموه أكد أن نحن في هذا المكان من العالم دولة الكويت لسنا ضد السلام، ولكننا مع سلام عادل يقوم على مبدأ الدولتين، وأن يكون حسب يعني خط الرابع من يونيو 1967. كل هذه المضامين تخللتها كلمة سمو ولي العهد، ولكن كانت واضحة بشكل يعني لا يحتمل التأويل. للأسف بعض الكلمات كانت يعني ضبابية، خصوصا فيما يتعلق في استخدام العنف. إذا كانوا يشيرون إلى موضوع كتاب الغسام أو حماس، فإن هذه يعني الضربات إن اتفقنا أو اختلفنا حولها، إلا أنها أتت عقب 70 عام أو ما يقارب 75 عام من المجازر والقتل والاستيطان وقتل الجيش وقتل المستوطنين. يعني في السنوات الأخيرة بدأنا نشهد ظاهرة غريبة، أن المستوطنين باتوا يقتلون أكثر من الجيش الإسرائيلي، وللأسف العالم يشاهد، يستنكر، يشجب، ولكن دون أكثر من ذلك. العالم الأمس الدول الأوروبية أتت لمجرد أنها يعني تفشل الاجتماع، من الواضح أن في ضوء أخضر للجيش الإسرائيلي وأيضا للمستوطنين بقتل أكبر قدر ممكن من الفلسطينيين، وهذا مؤسف. طيب، هذه الكلمة اللي تفضلت فيها أستاذ قيس، يعني أن فعلا في كلمة سمو ولي العهد أكد أن الممارسات التي تستخدم من قبل جيش الاحتلال يعني بدون أي شك خالية من أي قوانين الإنسانية أو القانون الإنساني الدولي والقرارات الدولية، يعني هناك انتهاك واضح لهذه القرارات، لا يزال العالم صامت أمامها. جزء من الإشكالية مها أن هناك من يعتقد أن في الحرب كل شيء مباح، لديه كارت بلانش لفعل ما يريد. أيضا الحروب في الحروب هناك يعني هناك أمور، هناك قواعد اشتباك، هناك قوانين دولية تنظم الحروب، عدم يعني تجنيب قدر أكبر ممكن الأطفال، يعني الفئات التي لا تشارك عادة. طيب، هذه القوانين ليش ما تكون موجودة في هذه الحرب اللي قاعد تقيمها على غزة؟ ليش هذه القوانين ما تطبق هني؟ ليش القوانين هذه ما يتم محاسبة الكيان الصهيوني عليها؟ للأسف، لأن في ازدواجية معايير. أنا قلت وأكرر وأتحمل كلامي، أن للأسف لدينا مجتمع دولي منافق يرى بعين ولا يرى بعين أخرى، هذه هي الحقيقة المجردة، يجب أن نقولها كما هي.
لدينا ازدواجية معايير أفاقت يوم 7 أكتوبر 2023 على أن هناك حرب، ونست أن الحرب هذه موجودة منذ العام 1947. أعتقد أن لدينا مشكلة أخلاقية في الموضوع. المجتمع الأوروبي عموما، للأسف الولايات المتحدة الأمريكية تمارس نوع من أنواع النفاق، وترى بعين ولا ترى بعين أخرى. هذه هي الحقيقة المجردة، يجب أن نذكرها كما هي. لكن هناك يعني أن انتهاكات واضحة، احنا نتكلم حتى مراكز الأونروا، يعني هناك بدأت تقصف، وأيضا لا يزال هناك في تحرك. من يسيطر على مجلس الأمن؟ من يسيطر على الجهات الدولية القادرة على إصدار إدانات؟ من الذي يمتلك القرار في هذا العالم؟ هم وليس نحن. نحن للأسف نجتمع لنستنكر ونشجب وندين، مع العلم أن لدينا كروت يجب أن نستخدمها. نستطيع أن نوقف قطار التطبيع، نستطيع أن نسحب سفراء، نستطيع أيضا أن نستخدم النفط وسلاح النفط والغاز في حال جد الجد. ولا أرى أكثر من جدية في الموضوع. كل يوم يقتل الآلاف من الفلسطينيين وسط يعني تفرج العالم وكأنه حدث عادي. أنا أعتقد أنه وصلنا مرحلة يجب أن يعني يقوم العرب باستخدام جميع كروتهم. لكن كل ما أرى للأسف كلمات من هنا وهناك، شهادتي مجروحة، لكن الأكثر جدية بالموضوع هو موقف دولة الكويت الذي عبرت من اليوم الأول من غير أي تحفظ أن الجاني في هذا المكان يجب أن لا نخطئ يعني البوصلة. نعم لدينا نقاش حول أداء الأحزاب الفلسطينية، هذا النقاش مستمر، ولعلي أنا على المستوى الشخصي ذكرته بأكثر من مرة في برنامج زميل لكم منشئة الصحافة. لكن الآن من يتعرض إلى الإبادة هو الشعب الفلسطيني. الآن الموضوع ليس حماس أو فتح أو الجهات أخرى، من يتعرض إلى الإبادة هو الشعب الفلسطيني. وهذا الشعب إن شئنا أبينا عزيز على قلوبنا، تربطنا وياه علاقات قديمة جدا. أنا من الجيل الذي تعلم على أيدي مدرسين فلسطينيين، يجب أن لا ننسى هذا الموضوع. إتاهة البوصلة بالحديث عن هذا الحزب أو ذاك، أنا أعتقد أنها مشكلة كبيرة ومشكلة أخلاقية قبل لا تكون أي شيء آخر. أيضا هناك عامل آخر، هناك عامل القدس. نسينا أن هناك مسجد اسمه مسجد الأقصى يعني في الموضوع. أنا أعتقد أن لدينا إشكالية يعني أمل أن نتغلب عليها، أمل أن نتجاوزها. لكن استمرار تمييع الموضوع والحديث عن دور هذا الحزب أو ذاك الحزب، أنا أعتقد أن بطريقة أو بأخرى يساهم في يعني تأجيج الأمور. طيب أستاذ قيس، دولة الكويت متعودة في المحافل الدولية، في دائما ما تؤكد استمرارها ووقوفها بجانب الإخوان الفلسطينيين والقضية الفلسطينية بالتحديد، وحق الشعب الفلسطيني في تأسيس دولته المستقلة، الرفض التام والمطلق للتهجير. نعم. هذا أيضا أمر آخر، تهجير الفلسطينيين. نعم. نعم. تعليقك على هذه، على موقف دولة الكويت. دولة يعني دولة الكويت نجيب في العام 77، أتحدث على المستوى الشخصي، في العام 77 76 كنا يعني أولاد صغار ندخل إلى السينما، كنت أقرأ بأم عيني أن هناك نسبة من هذه التذكرة تذهب إلى فلسطين، إلى منظمة التحرير، إلى يعني أماكن في فلسطين. فنحن بالكويت موضوع القضية الفلسطينية متوارث لدينا، ثقافة جبلنا عليها، فتح ربينا عليها بالكويت. نعم، في العام 67 أو 66 أنشئت معظم الحركات الفلسطينية في الكويت. الشخصيات السياسية الفلسطينية الأكثر شهرة كانت موجودة في الكويت، عاشت جزء من عمرها بالكويت. ويجب أن نذكر يعني جملة خالدة يعني للراحل غفر الله له الشيخ جابر الأحمد، عندما قال أن نحن آخر دولة ستطبع، نحن لسنا مع الحرب، نحن مع السلام. شريطة أن يكون هذا السلام متوازن عادل، يضع بعين الاعتبار مصلحة الشعب الفلسطيني. لكن أن
يعني أن يكون السلام بإعطاء بقعة صغيرة، كنتونة صغيرة يكتظ فيها الناس لدرجة الاختناق، وأن نقول هذا سلام، ومتى ما شاءت إسرائيل تستطيع أن تقطع الماء والكهرباء، أنا أعتقد أن هذا يعني سلام مذل. بالعكس هذا اضطهاد. يعني هذا اضطهاد وهذا إمعان. يعني تخيل أنك في دولة لا تستطيع يعني أن تمارس حقك في الماء والكهرباء لمجرد أن الدولة الأخرى التي بجانبك تستطيع متى ما شاءت أن تقطع عنك الماء والكهرباء، ناهيك عن الدخول والخروج، ناهيك عن قدرة الناس على الترحال، على السفر، على العلاج بالخارج، على ذهاب أبنائهم لجامعات خارج أراضيهم. كل هذه الأمور تجعلنا نتساءل عن أي سلام يتحدثون. نحن في الكويت نريد السلام كما ذكر سمو ولي العهد، لكن وفق اشتراطات تكون يعني أكثر قابلية للتطبيق. تضمن الأمن والسلام أيضا؟ أكيد أكيد أكيد. للأسف ما نشاهده كما ذكرت هو إحساس لدى الإسرائيليين أنهم لديهم يعني كرت حرية مطلقة في قتل أكبر ممكن عدد ممكن من الفلسطينيين للأسف. نسأل الله السلامة لإخواننا في فلسطين. ونعود معكم مشاهدينا إلى ضيفنا في الاستوديو المحلل السياسي أستاذ قيس الأسطى. أستاذ قيس، تابعت ويانا كلام الزميلة سعاد الإمام من قطاع غزة. نعم. السؤال، تطور الأحداث في غزة، إصرار الاحتلال الإسرائيلي على تهجير الفلسطينيين أو المدنيين بمعنى أصح، الفلسطينيين المدنيين باتجاه جنوب غزة، ليش؟ شنو اللي قاعد يدور في رأس هذه يعني؟ سأختصرها لك أخي نجيب. يدرك بنيامين نتنياهو أن مستقبل السياسي قد انتهى. فكرة رئاسة الوزراء منذ نشأة إسرائيل أن يفترض أن رئيس الوزراء هو الشخصية التي تعد بالحماية والأمن والاستقرار للمجتمع الإسرائيلي. هذه الفكرة ضربت مرتين، ضربت في العام 73 على أيدي أبطال مصر عندما استطاعوا عبور مانع برليف الشهير، وضربت في 7 أكتوبر عندما استطاعت كتاب الغسام أن تخلق عنصر المفاجأة وأن تباغت إسرائيل وأن تدخل إلى المستوطنات وتفعل ما تفعل. الآن هناك نقاش حول يعني ما حصل في يوم 7 أكتوبر، ولكن الأكيد أن المجتمع الإسرائيلي تعرض لخوف كبير ولخسائر كبيرة، مما يعني أن بنيامين نتنياهو كرئيس وزراء واضح أنه إلى زوال. بنيامين نتنياهو يريد أن يعوض هذه الصورة بقتل أكبر قدر ممكن، وأيضا بإعطاء الإيحاء بأنه يستطيع أن يزيل حماس من المعادلة، والأمر الثالث للأسف أنه يستطيع أن يتخلص من هذه المشكلة بخلق جو يساهم على نقل أكبر قدر ممكن من سكان غزة، أما باتجاه الأراضي المصرية داخل الأراضي المصرية، أما بوضعهم على الحدود لكي يسهل احتوائهم أمنيا. أنا أعتقد أن كل هذه المعادلات ستفشل لسبب بسيط. أمس أوضح الرئيس السيسي بشكل لا يعني قاطع جازم أن هذا الموضوع يجب أن يعني لا يفكر فيه أحد، وأننا كمصريين يعني سيكون لدينا ردة فعل قوي تجاه الموضوع، وكأنه يقول للإسرائيليين لا تختبرونا. صحيح. نحن يعني لدينا القوة، لدينا البأس الشديد الذي نستطيع أن نواجه هذه المخططات. كذلك يعني حصل دعم من عدة كلمات، أيضا سمو ولي العهد تحدث عن التهجير، فبالتالي هذا الموضوع يعني ممكن الانتهاء منه، وممكن أيضا يعني هناك جو دائما داخل مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك مؤامرة وأيضا إلى هذه الأمور. يعني من الواضح أن موضوع تهجير الفلسطيني للأراضي المصرية قد أقلق في الضبة والمفتاح كما نقول. للأسف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يمارس أكبر قدر ممكن لإيهام الشعب الإسرائيلي أنه يستطيع أن يعيد بناء الثقة
بعد ما تعرضت إلى اهتزاز كبير. للأسف كل هذه الأمور وكما ذكرت على حساب الشعب الفلسطيني. على حساب نعم للأسف لا نعم. يعني لاحظ أخي نجيب أننا جميعا بما فينا الأخت سعاد استخدمنا كلمة للأسف، وهذا هو الوضع باختصار، للأسف هذا هو الوضع القائم، وليس هناك من يمنع إسرائيل من هذه العربدة، من هذا الجنون، من هذا يعني ارتكاب هذه المجازر، وهذا هو الوضع للأسف. فيما لم نقم باستخدام جميع أوراقنا بالضغط على المجتمع الدولي، لأن هذا المجتمع لا يعرف إلا لغة المصالح، عندما يقف أي مواطن هناك ليدفع يعني مثلا ثمن وقود سيارته 5 أو 7 أضعاف، هنا سيدركون ما هي المشكلة الموجودة في الشرق الأوسط. أما غير ذلك بعض الكلمات التي يعني كما رأينا بعض المسؤولين الأوروبيين الذي حاولوا إضفاء بعض الكلمات، ولكن للأسف حتى فشلنا في يعني إخراج البيان الختامي، لم نستطع أن نتفق على البيان الختامي، لأن مجموعة من الدول الأوروبية أتت لإفشال هذا البيان. كنا نتحدث عن إصدار بيان فقط، ولكن مع هذا كانوا مصرين لإفشال هذا. فالرئاسة المصرية استعاضت ببيان يعني عن الرئاسة أو عن الخارجية المصرية، وهذا هو الوضع. طيب خلينا نعود إلى قطاع غزة. في الأمس كان هناك بعض وسائل الإخبارية على شبكات الإنترنت تحدثت عن وجود قوات برية داخل قطاع غزة وبدء التحرك البري كما يسميه، وهناك هذه التهديدات كانت مستمرة صار لها كم يوم. الحين إسرائيل تهدد أن راح ندخل بريا إلى قطاع غزة للقضاء على هناك قطاع. أكثر من رأي خلينا نسمع. هناك رأي يرى أن الدخول البري يعني سينتج عنا مآسي كبيرة، فبالتالي صورة يعني الصورة المنقولة الذي ابتدأت في 7 أكتوبر على أن الفلسطينيين ارتكبوا مجازر بدأت تعود لكي يعني لكي يرى المشاهد خارج منطقتنا العربية أن لا، إسرائيل هي من تقود الجزائر. لذلك بدينا نرى يعني بعض ردود الأفعال داخل المجتمعات الأوروبية من بعض النواب، من بعض الإعلاميين، أن ما يمارس لا، لقد نقلت الصورة الخطأ، من يرتكب المجازر هي إسرائيل وليست الفلسطينيين. فبالتالي بدينا يعني نرى خطابات داخل بعض البرلمانات الأوروبية، مقالات تكتب أن لا، ما يمارس هو نفاق. الآن إلى أي مدى ستذهب هذه يعني الآراء؟ هل ستؤثر على مواقف يعني الدول الأوروبية أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية؟ هنا المعركة، لأن نحن كعرب فشلنا في إيجاد مواقع قوة داخل في المجتمعات الأوروبية أو في الولايات المتحدة الأمريكية. لم نستقل وجود جاليات عربية بالشكل الصحيح، لم نمولها بالشكل الصحيح لكي تكون قادرة على اختراق وسائل الإعلام أو حتى اختراق بعض يعني الأماكن السياسية مثل التجمعات السياسية أو البرلمانات. في المقابل استطاعت إسرائيل من خلال وجود بعض الجاليات اليهودية هنا وهناك أن تقيم أكبر شبكة علاقات داخل هذه المجتمعات، فهي قادرة بالتأثير أكثر على القرار هناك. في الولايات المتحدة يوجد إيبك، يوجد مجموعة من يعني التجمعات اليهودية تسيطر على جزء كبير من القرار السياسي في واشنطن. أيضا يوجد الأمر كذلك في بعض الدول الأوروبية. نحن كعرب لنكن أكثر صراحة، لم نستطع أن يعني نوجد يعني خلايا سياسية متحركة تستطيع أن تتفاعل مع الأحداث، تستطيع أن تؤثر في سير الأحداث. للأسف هذه من الأشياء التي يجب أن نعترف بها، لقد فشلنا في إيجاد مواقع ممكن الانطلاق منها داخل المجتمعات الأوروبية وداخل أمريكا للتأثير على القرار هناك. طيب أستاذ قيس، بإيجاز وجهة نظرك، إلى متى ستستمر الحرب من قبل الاحتلال الصهيوني على غزة والشعب الفلسطيني؟ هناك خسائر في الأرواح، نعم. هناك خسائر في المنشآت، هناك خسائر في السلاح الذي يستخدم، هناك خسائر كبيرة في عند المعتدي وهو الاحتلال الصهيوني. إلى متى سيستطيع الاستمرار؟
ألن يقف يعني؟ وهذا أيضا إحدى الصحف كتبت أن هناك خسائر كثيرة حتى في الأرواح. كارثة أن نقول، كارثة أن نقول أنه لن يقف لسبب بسيط، يستطيع أن يتزود بالسلاح من خارج إسرائيل في حال نفذت عند الذخيرة، الذخيرة موجودة لقتل الفلسطينيين، هذه حقيقة أيضا للأسف يجب أن نذكرها. هناك دول تعهدت بدعم إسرائيل لأنها تعتقد في ذلك أنها تحارب يعني الإرهاب، وتحت مسمى الإرهاب تستطيع عن إسرائيل أن تفعل ما تشاء. هي كذبت وصدقت كذبتها. نعم. يعني نعم. أقول تملك يعني القدرة الإعلامية، لديها وجود إعلامي في أكثر يعني المواقع تأثيرا بالعالم. وهنا يطرح السؤال، لماذا لا تقوم القنوات العربية بالترجمة إلى الإنجليزية والفرنسية والروسية والصينية؟ أيضا هذا السؤال يطرح منذ سنوات وسنوات. صحيح. لماذا نخاطب أنفسنا كعرب بدل أن نخاطب الآخرين؟ نحن ليس لدينا أدنى شك في القضية الفلسطينية. الحين لماذا نخاطب أنفسنا؟ يعني في وجود وسائل التواصل الاجتماعي، هذه فرصة لجميع الإعلاميين، ولكن يجب أن توصل الرسالة عن طريق إيجاد نظام ترجمة قوي يستطيع أن يخاطب هذه المجتمعات الغربية. هنا كمواطن بسيط يجب أن أؤكد أننا في هذا المكان من العالم لسنا مع الحرب. أنا أؤكد على أن نحن مع السلام، ولكن مع سلام عادل متوازن، مع عدم ازدواجية المعايير، مع أن تكون يعني أن يكون هناك يعني استقرار في هذا المكان. بعيداً عن المصلحة، لقد سئمنا من الحروب وسئمنا من منظر رؤية الدم. نأمل بمستقبل أفضل، نأمل أن تكون هناك أيام أجمل. وعلى فكرة نحن ضد أن يتعرض من هم خارج إطار النزاع العسكري من أطفال أو نساء أو كبار بالسن لأي فئة انتموا، لأي فئة انتموا، لأي دين انتموا، ولكن محاولة خلق جو أن الأزمة الفلسطينية ابتدأت في 7 أكتوبر 2023 هي ما نختلف حولها. لا، الأزمة الفلسطينية موجودة منذ العام 1947. إذا أردنا أن نفتح صفحة جديدة مع الكل بما فيها إسرائيلي، يجب أن نتفق على هذه الجزئية. نعم. أن الأزمة موجودة منذ 75 عاما. صحيح. ليست موجودة بالـ7 أكتوبر 2023. يعطيك العافية أستاذ قيس على هذه التوضيحات لهذا الشأن، مشكورين على وجودك معنا اليوم في العالم هذا. شكرا على الاستضافة.